هنأ البابا طادروس الثاني جميع المصريين بعيد الميلاد المجيد، مثمنا افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، ومشيرا في رسالته بمناسبة عيد الميلاد إلى أن الرئيس السيسي نفذ الوعد الذي قطعه في العام الماضي بإنشاء أكبر مسجد وأكبر كنيسة تعزيزا للروح الوطنية. أنا سعيد أني أرسل لكم هذه الرسالة وهنئكم بهذا الفرح العظيم الذي يكون للجميع. ويزيد سعادتنا في هذا العيد أننا على أرض مصر مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفتتح كنيسة جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها مصر. هذه العاصمة التي تبنى كمشروع ضخم جدا يضارع في مساحته مساحة دولة مثل سنغافورة، وهو مشروع ممتد ومشروع طموح للغاية. ولكن السيد الرئيس المصري في العام الماضي 2017 أعلن عن بدء إنشاء أكبر كنيسة وأكبر مسجد على أرض مصر في العاصمة الإدارية، وها نحن في هذا العيد نفتتح مع سيادة الرئيس وكل الأحباء في القوات المسلحة والهيئة الهندسية التي تبنت هذا المشروع مع شركات البناء والمهندسين والفنيين والعمال، وهم بالمئات. نفتتح المرحلة الأولى من هذه الكاتدرائية التي نسميها كاتدرائية ميلاد المسيح.